السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد التحلية بالبرتقال اللي سهلة مهلة، كتجي لذيذة بزاف وكتوجد بسرعة. تبقى معايا حتى الآخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنا غادي ناخذوا كيف ما كتشوفوا معايا نص لتر الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر، جوج ديال النشا، وهنا كذلك معلقة ديال الماء زهر. غادي نخلطوا المكونات كاملة في كاسرونه قبل ما نديروها على النار حتى كيتجانس ليا داك الخليط ديال النشا مع السكر. كنطربو مزيان، هنا صافي كنديرو على العافيه تكون متوسطه، وكنبقى نحرك. زدت الماء الزهر هنايا، ما كنوقفوش على التحراك حتى كيعقد ليا الخليط ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عقد ليا كيكون بحال هكا، غادي نحطو على جانب. هنا غادي ناخذ بسكوي اي نوع عندكم، كنزيد عليه هنا الزبده، كنجمعوا بها واحد شويه، ما كنكثرش بزاف. تقدروا ما بغيتوش الزبده تخليوه غير بحال هكاك، غير باش يشد راسو شويه كنزيد ديك الزبده. صافي غادي نوزعوا على الكؤوس. هنا كيف كتشوفون بعد ما وزعته كنضيف هذاك الخليط اللي صوبت، صافي وغندخلو الثلاجة. بالنسبة للطبقة الثانية هنا خديت كذلك نص لتر ديال الليمون، غادي نزيد عليه نفس الشيء، عندي نزيد عليه جوج معالق ديال السكر كبارين مع زوج معالق ديال النشا. غادي نخلط دوك المكونات مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط، ومن بعد غادي نحطو على البوطة حتى غادي يعقد ليا. كيف كتشوفوا هنا بديت كنخلط فيه، كنطربو مزيان. ومن بعد هنا غادي نزيد واحد قشور ليمونه، ولا لا عندكم الروح ديال البرتقال تقدروا تزيدوها. هنا غادي نديرو على العافيه تكون متوسطه كيف قلت لكم، وغادي نحرك مزيان حتى غادي يعقد ليا الخليط كيف ما شفتوا. هنا زدت من بعد ما عقد هنا زدت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، صافي. وغادي نجبد هذوك الكؤوس ديالي اللي غيكونوا بردوا باش غندير الطبقه ديال البرتقال. التحلية اللي كتجي لذيذة بزاف، وكذلك كيف ما شفتوا طريقة التحضير ديالها سهلة وما كتاخدش الوقت بزاف. هنا غادي ندخلهم الثلاجة حتى غادي يعقد لنا الخليط ديالنا، وها هما كيف ما شفتوا من بعد ما خرجتهم كيبقى التزيين اختياري. هنا زينتهم كذلك غير بشويه ديال البسكوي، تقدروا ديروا اللوز مهرمش، اي حاجه عندكم تقدروا تستعملوها. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لايكات ومن تعليقات كذلك. كيف ما شفتوا كتجي عاقده وكتجي زوينه بزاف. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.